في فيديو اليوم سأحاول أن أجيب عن سؤال يتكرر باستمرار في التعليق، وهو يخص اللغة التي يستعملها في طرح أو في معالجة المواضيع التي تخص كندا بشكل عام. مما لا يخفى عليكم أنني من المغرب، واللغة العامية التي نستعملها وهي الدارجة المغربية. المشكل في معالجة المواضيع باللغة العربية الفصحى يعود بالأساس لعوامل عدة. العامل الأول يرجع بالأساس لعدم تمكني من اللغة العربية الفصحى بحذافيرها وبقواعدها ونحوها وما يليه، وهو الشيء الذي يمنعني من معالجة المواضيع بهذه اللغة. والعامل الثاني وهو عامل ضيق الوقت. كما لا يخفى على الجميع أن معالجة المواضيع ولو بالدارجة أو العامية المغربية يأخذ الكثير من الوقت فيما يخص التجهيز والتحضير للمواضيع، فما بالك بتحضير كل هذا بلغة عربية يصعب على الكثير منا التكلم بها أو التكلم بقواعدها. لكن كما لا يخفى عليكم أحاول قدر الممكن أن تكون دارجتي المغربية أبسط وأسهل، وأجعل منها لغة بيضاء يسهل على الكثير منكم فهمها. وللذين يجدون صعوبة في فهم هذه اللغة ولا يستطيعون حل كل كلماتها، فعندي لكم اقتراحين اثنين. الاقتراح الأول وهو أن تطرحوا أسئلتكم في صندوق التعليقات، أو بطبيعة الحال يكون من الإمكان إرسال جميع أسئلتكم عن طريق البريد الإلكتروني إذا أردتم أن يكون الأمر أكثر سرية. والاقتراح الثاني والذي أعتقد أنه سيكون ممكنا كذلك، وهو أن تبذلوا مجهودا في فهم الدارجة العامية المغربية. أعلم أن الأمر ليس بالهين بما يخص تعلم أو فهم لغة غريبة عليكم، ولكن لا تترددوا في طرح أسئلتكم باللغة التي تحبون، فسأحاول قدر المستطاع أن أجيب على أسئلتكم باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية كذلك. ولكن كما أشرت في بداية الفيديو، سيكون من السهل علي أن أطرح مواضيع أكثر إذا اعتمدت على لغة واحدة وهي اللغة العامية المغربية. سأحاول في المستقبل أن أطرح مواضيع باللغة العربية الفصحى، ولكن لن تكون بالمقدار وبالكثرة التي ستكون بالدارجة المغربية. كذلك وللإشارة فقط، فهناك موقع له نفس الاسم أو نفس التسمية، وهو howtocanada.com، والذي يخص جميع المواضيع التي أطرحها في القناة إضافة إلى مواضيع أخرى قد تهمكم كذلك، ولكن الموقع هو بالأساس باللغة الإنجليزية. وفي اعتقادي الخاص ستكون فكرة جيدة أن تزوروا الموقع وتقرأوا محتواه حتى تطوروا من لغتكم الإنجليزية. فكما تعلمون كندا بلاد تتكلم الإنجليزية بصفة رئيسية والفرنسية بصفة ثانوية، وتعلم اللغة الإنجليزية قد يفتح لكم الكثير من الأبواب فيما يخص التواصل مع الناس وفيما يخص البحث والعثور عن عمل. ستجدون الموقع الإلكتروني في صندوق الوصف كالعادة، ويمكنكم كذلك الاشتراك بوضع بريدكم الإلكتروني في الرابط أسفله حتى تتوصلوا بجميع المقالات أولا بأول مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني. وستكون كذلك فرصة من ذهب لتعلم اللغة الإنجليزية، فتضربون عصفورين بحجر واحد. أتمنى أن تتفهموا الوضعية، وكما قلت وأكرر لا تترددوا في طرح جميع أسئلتكم باللغة التي تحبون، وسيسرني كثير السرور أن أجيب على أسئلتكم. قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم.